كشعب يهودي متدين نقول مرة ثانية هذه ليست دولة يهودية وليس لها أساس حسب الدين اليهودي. في عدد 4 سبتمبر الماضي الصحفي الإسرائيلي المعروف يارون لندن قال إن فرصة إسرائيل في البقاء لم تعد تزيد عن 50%. الكاتب الإسرائيلي الشهير روجر إليفر نشر مقال في هآرتس قال فيه إنني أجزم أن إسرائيل لا تمثل الدولة التي يتوجب أن أبقى فيها. في 5 سبتمبر القناة الثانية الإسرائيلية نشرت استطلاع للرأي قالت فيه إن 30% من الإسرائيليين بدأوا يدرسون الهجرة والعودة إلى البلاد التي جاءوا منها. في نفس الوقت القناة 10 الإسرائيلية نشرت تقرير إن في 800,000 يهودي هاجروا من إسرائيل في خلال الأشهر الماضية ورجعوا إلى أوروبا. هل يترك اليهود فلسطين ويهاجروا إلى أوكرانيا؟ هل اقتربنا من نبوءة الزوال في هذا العام؟ وما سر زيارة رئيس وزراء إسرائيل إلى موسكو ولقائه ببوتين؟ ولماذا كانت الزيارة سرية قبل أن يفضحها الإعلام؟ وهل ما يجري اليوم بين روسيا وأوكرانيا تمهيد لهجرة اليهود إلى أوكرانيا؟ ولماذا أوكرانيا؟ كشف بعض الأحداث التي تجري اليوم واقترابنا ربما من نبوءة الزوال. الكثير تكلموا بموضوع زوال كيان الاحتلال في عام 2022، وأبرزهم كان الشيخ بسام جرار من التسعينيات وهو يتكلم في هذا الموضوع بحسب دراسات قرآنية وبحسب الاستنباط من الأعداد في القرآن الكريم. وبغض النظر عن رأي بعض الناس وهل يعني هو رأيه صحيح أم لا، فالشيخ بحد ذاته لا يجزم ويقول بأنه هي يعني مؤكدة في هذا العام، وإنما يقول بأنه الاحتمالية كبيرة وهي بناء على الأرقام وبناء على الدراسات وما هي أرقام ألفها من عنده. والناس اللي حضرت دروسه بيعرفوا تماما شو قصدي وماذا يقصد الشيخ بسام جرار. وقبل بضعة أيام صور الشيخ بسام جرار فيديو حديث مدته ساعة ونص وتكلم عن الأحداث الراهنة، وكان تصوير الحلقة بيوم 3 مارس، وكان عنده كلام مهم بيقول ألا وهو، طبعا هو سابقا قال أنه بداية الزوال المتوقع أن تبدأ في 5 مارس، وقال أنه ليس بالضرورة 5 مارس يحدث شيء معين، ممكن يحدث وممكن يحدث شيء لكن الناس ما تنتبه له. وفعليا ما الذي حدث في 5 مارس؟ الذي حدث في 5 مارس وبحسب تتبعي للأحداث هو أمرين. الأول أنه زادت الاشتباكات بين قوات الاحتلال وبين أهل القدس تحديدا وأهل فلسطين عموما، ولكن ربما هذا الحدث يعتبر عادي باعتبار أنه بين فترة وفترة بصير في اشتباكات. لكن الأمر الثاني المهم واللافت للنظر هو أنه في 5 مارس يوم السبت توجه رئيس وزراء إسرائيل وذهب بزيارة سرية إلى موسكو والتقى ببوتين. كانت الزيارة سرية لكن الإعلام كشفها، ويوم السبت معروف أنه اليهود ما بيشتغلوا فهو يوم تعطيل عندهم، فلماذا ذهب في هذا اليوم ولماذا في هذا التوقيت؟ وهل الأمر مرتبط بما يجري اليوم من حرب بين روسيا وأوكرانيا؟ لماذا كانت الزيارة أصلا سرية بالأساس؟ بعد ذلك صرح رئيس وزراء إسرائيل وقال أنه الهدف من الزيارة يعني أنه بحث الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، ولكن أعتقد هذا مجرد كلام إعلامي، هناك أمور سرية. حتى بحد ذاته قال رئيس وزراء إسرائيل أنا لا أستطيع أن أفصح عن الكثير من هدف هذه الزيارة. إذن لحتى نقدر نربط الأحداث ببعضها ونقول هل اقتربنا فعلا من الزوال أو لا، أول نقطة حطوها ببالكم أنه 5 مارس كان الحدث الأول اللي هو زيارة رئيس وزراء إسرائيل إلى روسيا. ها أول نقطة، ما حنقدر من خلال هذه النقطة لحالة نحلل ما الذي جرى، ولكن هناك أمور أخرى سنربطها ببعضها البعض. النقطة الثانية المهمة اللي لازم نربطها بالنقطة الأولى أنه بدأ حديثا تخرج بعض الأصوات من اليهود في العالم ويقولون بأنه القدس السماوية ليست في فلسطين وإنما في أوكرانيا. إذن هون بلشت الأمور تتضح شوي. أما النقطة الثالثة يلي منقدر نربط كل هذه الأمور ببعضها ونقدر نتوقع سر زيارة رئيس وزراء إسرائيل إلى موسكو، هي بأنه نرى اليوم بأنه خلال الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا واصطفاف الغرب إلى جانب أوكرانيا، إسرائيل تقف إلى جانب روسيا، بدليل أنه رفضت إسرائيل دعوة زيلينسكي أنه يكون في مقاتلين متطوعين في صفوف الجيش الأوكراني، كما أنهم رفضوا استقبال بعض اليهود من أوكرانيا وطلبوا منهم أنه يكون عندهم إثبات أنهم بدهم يقعدوا بفندق وعندهم إمكانيات، وهو اليهود مثلهم
رفضوا بأنهم يجوا إلى فلسطين. طبعا فيما بعد في 6 مارس استقبلوا البعض منهم، ولكن أعتقد هذا مجرد يعني أمام الإعلام. لكن الحقيقة بأن إسرائيل لا تريد أن يأتي اليهود من أوكرانيا إلى فلسطين. إذن هنا نسأل أنفسنا السؤال التالي، إذا كان فعلا يخطط اليهود للهجرة من فلسطين إلى أوكرانيا، فهل رفضهم لقدوم اليهود من أوكرانيا هو بمعنى آخر أنه لا أنتوا جايين، ما نحن جايين لعندكم بعد شوي، طولوا بالكم؟ والسؤال الثاني، هل يا ترى كذلك رفضهم لدعوة زيلينسكي للقتال في صفوف الجيش الأوكراني هي لحتى تكون الكفة لصالح روسيا، وبالتالي تريد إسرائيل بأنه روسيا هي اللي تسيطر وهي اللي تمهد لقدوم اليهود من فلسطين إلى أوكرانيا، تماما كما مهدت بريطانيا لدخول اليهود إلى فلسطين؟ تذكروا أنه بعد تفكك الدولة العثمانية وبعد الحرب العالمية الأولى احتلت بريطانيا فلسطين، واحتلال بريطانيا لفلسطين هو كان الممهد لقدوم اليهود إلى فلسطين. فبالتالي لحتى يرجعوا اليهود ويروحوا إلى أوكرانيا لابد أيضا من قوة تمهد لذلك. فهل يا ترى سيطرة روسيا على أوكرانيا سيمهد قدوم اليهود وخروجهم من فلسطين إلى أوكرانيا؟ إذن سؤال مهم لابد من أنه نتساءله. أنا ما بجزم بأي شيء ولكني أتساءل. طيب ممكن تتساءل السؤال التالي، يعني هل معقول اليهود بفلسطين بدهم طواعية يتركوا فلسطين ويروحوا مثلا على أوكرانيا؟ ليس بالضرورة الجواب يكون نعم، ربما يكون عندهم هدف بأنهم يسيطروا على أوكرانيا ويتواجدوا في أوكرانيا وبنفس الوقت تكون سيطرتهم على فلسطين، لكن ربما تتطور الأحداث بشكل أنهم يفقدوا السيطرة في فلسطين وبالتالي لاقوا أنفسهم أمام خيار واحد ألا وهو التوجه إلى أوكرانيا، خاصة بأنه اليوم إذا صحت هذه النظرية معنى ذلك بأنه إسرائيل تخطط مع روسيا بعيدا عن الغرب وبعيدا عن أمريكا، فبالتالي إذا انطلقت شرارة في فلسطين ومهدت للزوال ربما بسبب توافق إسرائيل مع روسيا بعيدا عن أمريكا والغرب، أنه أمريكا والغرب تترك إسرائيل تواجه مصيرها بنفسها وما تتدخل أبدا وما تحميها. والدليل على ذلك هناك ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، ضابط سابق لواء سابق إسحاق بريق، قد صرح وقال مؤخرا بأنه هو خائف أن تواجه إسرائيل مصير أوكرانيا وتترك وحدها. إذن هون صار في عندنا احتمالية كبيرة أنه إذا كشف سر هذا اللقاء وبأنه إسرائيل تخطط لإنشاء دولة أخرى في أوكرانيا، فربما هون أمريكا والغرب يتخلوا عن إسرائيل، وبالتالي إذا انطلقت شرارة الزوال وربما تكون قد انطلقت مثل ما قلنا، فبالتالي تترك وحدها ويجد اليهود أمامهم ما في حل إلا أنهم يتركوا فلسطين ويهاجروا إلى أوكرانيا. طيب الآن السؤال المهم، لماذا أوكرانيا؟ يعني شو هيك خطر على بال اليهود فجأة أنهم بدهم يخلوا يكون عندهم إنشاء وطن قومي في أوكرانيا وليس في فلسطين؟ الجواب أنه في أسباب كثيرة. أولاً مساحة فلسطين تقريباً 22,000 كيلومتر مربع، بينما مساحة أوكرانيا تقريباً 603,000 كيلومتر مربع، يعني أوكرانيا أكبر من فلسطين ب 27 مرة. ثانياً أوكرانيا بلد زراعي مهم على صعيد العالم وينتج العديد من المنتجات الغذائية ويعتبر سلة غذائية مهمة عالمياً، ونحن بنعرف أنه اليوم صراعات العالم وصراعات القوى الكبرى حول مصادر الغذاء، خاصة مع ازدياد عدد السكان وتوجه العالم نحو الصناعة وتركهم للأرياف وللزراعة. ولو ذكرنا بعض الأمثلة على المنتجات الزراعية في أوكرانيا، فمثلاً زيت دوار الشمس، أوكرانيا هي الدولة الأولى عالمياً في إنتاج وتصدير زيت دوار الشمس، 30% من إنتاج زيت دوار الشمس عالمياً يأتي من أوكرانيا، و 50% من صادرات زيت دوار الشمس إلى العالم مصدره أوكرانيا. أوكرانيا الخامسة عالمياً والأولى أوروبياً في إنتاج الذرة، وتنتج سنوياً 35.5 مليون طن متري من الذرة. أوكرانيا هي الدولة السابعة عالمياً والثانية أوروبياً بعد فرنسا في إنتاج القمح، وتنتج سنوياً 33 مليون طن متري من القمح. أوكرانيا هي الدولة الرابعة عالمياً والأولى أوروبياً في إنتاج البطاطا، وتنتج سنوياً 22 مليون طن متري. أوكرانيا هي البلد الأول في أوروبا من حيث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة. باختصار أوكرانيا هي سلة غذائية مهمة ممكن تلبي احتياجات 600 مليون شخص في العالم من الغذاء، بمعنى مرة ونصف عدد
سكان العالم العربي البالغ 436 مليون. هذا بالنسبة للمنتجات الزراعية، لكن أوكرانيا أيضا بلد غني بالمناجم والمعادن كالحديد والتيتانيوم والزئبق والفحم. فمثلا ثاني أكبر احتياطي للحديد في العالم يتواجد في أوكرانيا بكمية 30 مليار طن من الحديد. كما أن أوكرانيا هي الدولة السابعة عالميا والأولى أوروبيا في إنتاج الحديد الخام، 62 مليون طن من الحديد الخام تنتجه أوكرانيا سنويا بحسب إحصائيات عام 2019. إذن بتبين لنا ليش أوكرانيا مهمة جدا بسبب هذه الإحصائيات. وبآخر هذا الفيديو حابب كذلك هون عقب بنقطة مهمة جدا، ألا وهي تساؤلات الناس اللي كانت تقول أنه أنتم عم تقولوا زوال هذا العام وما في أي شيء يدل على ذلك، وشوفوا كيف العالم الإسلامي متفرق وما هو متحد. ما أحيانا رب العالمين بهيئ أسباب ما بتخطر على بال حدا، يعني بالوقت اللي نحن عم نفكر بالسيناريوهات وكيف ممكن يصير الزوال وإلى آخره وهل حتصير حرب، ومن هالكلام يمكن نلاقي أنه هن أصلا فكروا وخططوا وقرروا أنهم يهاجروا إلى أوكرانيا. فسبحان الله أحيانا عن جد تحدث أمور ما بتخطر على بال أحد، وأحيانا هذه الأمور التي تحدث والتي يهيئها رب العالمين فعلا تكون سبب لتوحيد العالم الإسلامي، بمعنى أنه يصير الزوال بأدنى سبب بأدنى طريقة بأبسط طريقة، وبعدها تكون مقدمة لوحدة العالم الإسلامي. وبالآخر حابب كذلك هون قول نقطة مهمة، فيما لو تحقق ذلك وكان فعلا هدف اليهود الخروج من فلسطين إلى أوكرانيا، فأعتقد بأنه لن تستقر الأمور في أوكرانيا، خاصة بأنه التاريخ يخبرنا بأنه كان في صراعات كبيرة بين اليهود وبين المسيحيين في أوروبا، فربما خروجهم إلى أوكرانيا قد لا يجعلهم مستقرين كما كانوا في فلسطين. هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، يبقى توقعات وتحليلات، والأيام القادمة ستخبرنا إن شاء الله.